السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا بقى في البارت التاني الأزهر سورس، كمية أسئلة كتيرة شوية. هات لي قلم يا كريم والنبي. بس إيه، لا القلم بتاع البورد نفسه بس بتمشي. يعني بيقول لك يور بادي دازنت إيه كودنت بريث وزود ذا سيستم أوف إيه، طبعا ريسبيراتي سيستم، أنت مش هتعرف تتنفس من خلال الجهاز التنفسي. الريسبيراتي سيستم هو ده دوره الأساسي. طيب تعالوا بقى يا جدعان، عشان الاجابه تقريبا مش هيبقى متعلم عليها، طبعا هيبقى الريسبيراتوري سيستم. السؤال الثاني، بسم الله، يقول لك الريسبيراتوري سيستم از ميد اوف تراكيا لونج اند دايفراجم، عضله الحجاب الحاجز. ودي شويه معلومات زياده بقى. عضله الحجاب الحاجز دي بتفصل ما بين الشيست كافيتي وما بين الابدومينال كافيتي، عضله في النص هنا كده، دي من ضمن مكونات الجهاز التنفسي. طيب السؤال اللي جاي بيقول وين يو بريث ان اير يو برينج اوكسجين انتو ذا لانج اند بلو اوت، طبعا الكربون دايكسايد، لما بتتنفس انت بتجيب اكسجين لجسمك وبتقلل نسبه الكربون دايكسايد في جسمك، فانت بتخرج الكربون ايه دايكسايد. طيب شوف السؤال اللي بعده، بسم الله، وين يو انهيلد اير يور لانج ان فلات، يعني خد نفس كده الرئه بتتسطح بتكبر انفلات يعني تتضخم كده. طيب السؤال اللي جاي بيقول بسم الله what is the name of tiny air sac in lung، طبعا الاجابة الالفيولاي. الالفيولاي يا رجالة بسرعة كده. السؤال بيقول لك ايه is not good for your lung، انك تدخن طبعا مش كويس للرئة، مش كويس للرئة لسموكينج، تمام مش كويس للرئة يا جدعان، لان ايه بيقفل الالفيولاي ويخلي فيه difficult in breath، تمام. tiny hair that keep mucus and direct out of your lung are called cilia. cilia اللي بتشيل الميوكس اللي بيبقى في قلب التراكيا اللي هو ما بين قوسين البلغم ده وتطلعه بره، تمام، يبقى ده cilia. tiny hair cilia. السؤال carry air into the lung اللي شايل الهواء للرئة، طبعا البرونكاي والبرانكيولس اللي هي انابيب الهواء اللي بتاخد الهواء من بره وتوصله للرئة، برونكاي وبرانكيولس. ويقول لك ايه which of this job of the respiratory system if دور جهازك التنفسي، هل ان هو يكسر اكلك؟ طبعا غلط. جهاز اكستشينج بين الاكسترنال انفايرمنت اند بادي سيركيلاتري سيستم، طبعا الاجابة عندنا هنا ايه بي، الاجابة بي اللي هو جهاز اكستشينج يا جدعان، الاجابه بي. طيب السؤال اللي جاي الراجل بيقول لك كاري اير داون تو ذا اي وايند بايب، اللي بيوصل الهواء للوايند بايب دي اللي هي التراكيا. مين اللي بيدي الهواء للتراكيا يا جدعان؟ اللي بيدي الهواء للتراكيا هيبقى اللارينكس اللي هو اعلى من الحنجر، اللي اعلى من التراكيا على طول هو اللارينكس اللي هي الحنجره بتاعتك، فيبقى الاجابه اللارينكس الحنجره. طيب السؤال اللي بعده بيقول الراجل وايند بايب از، وايند بايب ماسوره الهواء هي التراكيا يا رجاله، اختيار سي، اختيار سي. السؤال اللي جاي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم which of the following is not the function of respiratory system، مين مش من دور جهازك التنفسي؟ رقم واحد ريجيليت البي اتش، تمام، هيلب ان جاز اكستشينج، ولا بروتكشن اجينست البلاد لوز. هو ملهوش علاقه بالبلاد لوز، البلاد لوز ده مسؤوليه البلاد كلوتنج اللي انتوا درستوها اخر شابتر 2 اللي هي البليتليتس، لكن هو بيظبط البي اتش بتاع دمك لانه بيخلصك من الكربون دايكسيد الزياده، فبيحافظ على البي اتش بتاع دمك 7.4، وفي نفس الوقت بيهلب انجاز اكستشينج لانه بيديك الاكسجين وبيعمل ريموف للكربون دايكسيد، لكن الاجابه سي مش تبعه. نيجي بقى على رقم 13، رقم 13 اسمه اير ساك فاوند ان ذا لانج ويز ميني كابيلرز اكستشينج كربون دايكسايد، ده طبعا مين؟ الالفيولاي، هي اكياس الهواء الكتيره اللي موجوده جوه الرئه بتاعتك. طيب بيقول لي تو ميجر اورجان اوف ريسبيراتوري سيستم وير جاز اكستشينج تيكس بليس اند كربون دايكسايد جيفن اوف اند اوكسجين از تيكن، تو ميجر اورجان اللي فيهم بيتم عضوين كبار جدا اللي فيهم عملية خروج الكربون دايكسيد من جسمك بتتم ودخول الاكسجين لجسمك بتتم، طبعا هنا يقصد اللنج يا شباب، اللنج طبعا استحالة تبقى الكدني ومش الامعاء بتاعتك، هنا اللنج يا شباب. يا مسهل يا رب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.
يقول لك flap over of trachea that keep out food and anything else that could close the trachea. طبعا مين اللي بينظم القصه دي؟ بينظم بيقول لك شريحه كده موجوده في الحنجره بتنظم خروج ودخول الهواء في جسمك. طبعا يقصد هنا الابيجلوتس. الابيجلوتس يا جدعان الممر اللي كان بينظم حركه الهواء في جسمك وحركه الاكل في جسمك، فيمنع دخول الاكل في التراكيا ويمنع دخول الهواء في قلب الاسوفيكس عشان لا تشرق ولا تتكرع زي ما انا قلت لكم. السؤال رقم 16. السؤال رقم 16 بيقول لك الفويس بوكس. طبعا الفويس بوكس هي اللارينكس على اعتبار ان عندها الفوكال كورد، على اعتبار ان عندها صوتها فوكال كورد. طيب هنا بيقول لك لارج ماسل ذات سيبريت ذا شيست كافيتي. لارج ماسل بتفصل الشيست كافيتي اند ابدومينال كافيتي. طبعا ده الدايفراجم. الدايفراجم الحجاب الحاجز اللي بيفصل بطنك عن صدرك، وله حركه معينه هشرحها لكم كده بالتفصيل في السؤال بتاعها، بس مش علينا يعني، بس بالمره معلوماتك. When we inhale the air what happened to the pressure inside thoracic؟ لما بشفط الهواء، تمام؟ لما انا باخد الهواء ايه اللي بيحصل للضغط بتاعي جوه الثوراسيك؟ طبعا عندي هنا بيديكريز، الضغط بيقل. ليه؟ بص يا كبير، صلى على حبيبك سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خد نفس كده محترم، لما بتاخد نفس عضلات الضلوع حاجه اسمها انتركوستال ماسل بتعمل كونتراكشن فترفع ضلوعك لفوق. الريبس موفز ابورد، الدايفراجم كونتراكت موفز داونورد. الحجاب الحاجز بينزل لتحت والضلوع بتطلع لفوق، فحجم صدرك يزيد، تمام؟ فيبقى ضغط الهواء اللي جواه يقل. تاني كده بالراحه، خد نفس محترم وثبت بس نفسك كده، هتلاقي دروعك الريبس موفز ابورد واوتورد، الدايفراج موفز داونورد، حتى احس انك ضغط على بطنك، العضله ضغط على بطنك، حجم صدرك زاد. طالما الحجم زاد يبقى البريشر اللي جوه قل، فالهواء حجمه بيقل داخل الرئه مع الانهاليشن والعكس مع الاكزهاليشن. لو انا بقى بطلع النفس فبص تلاقي دروعك بتنزل لتحت، الدايفراج بيطلع لفوق، الحجم بتاع الصدر بيقل، الضغط جوه يزيد. لما بعمل انهاليشن الضغط بيقل، هختار بي يا جدعان، ولما بعمل اكزهاليشن الضغط بيزيد، والضغط عكس الفوليوم خلي بالك. Which statement about atmospheric and about atmospheric الهواء والاكسهيلد اير از كوركت؟ طبعا اكسهيلد اير كونتين مور نيتروجين ذان اتموسفيريك. طبعا الكلام غلط لان نسبه النيتروجين ثابته ما بتتغيرش. اكسيل دير كونتين مور اكسجين ذان اتموسفيريك اير. طبعا الكلام غلط، نسبه الهواء، نسبه الاكسجين في الهواء اللي خارج من الرئه اعلى من الهواء اللي في الجو. طبعا لا، ده المفروض ان نسبه الاكسجين اللي خارجه بتبقى اقل ونسبه الكربون دايوكسيد خارجه هي اللي ازيد. يبقى الاجابه نون اوف ذم. طيب السؤال يا شباب بيقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وات هابن ديورينج جاز اكسشينج ان ذا لانج؟ ايه اللي بيحصل اثناء اللانج؟ الاكسجين باس انتو ذا بلاد والكربون دايكسيد باس اوت ذا بلاد. تمام الجمله دي صح، هي الاختيار، يبقى الاختيار عندي الاولاني. ده بيجي يقول لك ايه؟ اكسجين اند كربون دايكسيد باس انتو ذا بلاد. كلام غلط طبعا، نون اوف ذم غلط. يبقى انا عندي الاختيار الاول هو الاختيار الصح. نيجي على السؤال اللي بعده يا شباب. الراجل بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وات هابن ديورينج جاز اكسشينج ان لانج؟ احنا قلناها دي. ايه ده؟ ماشي انا مؤاخذة يا شباب، مؤاخذة. طب نشوف كده. ماشي السؤال رقم 21، بس اسمحوا لي معلش اشرب كوباية شاي كده معاكم لان ايه تسلك صدرنا شوية. What happen when you exhaled؟ ما جابتش. لما بتطلع نفسك نشوفها كده. الدايفراجم كونتراكت وموفز اب، لا الدايفراجم ريلاكس وموفز اب. لما بتطلع نفسك كده انت بتشد نفسك واعمل كده، تلاقي صدرك نزل تحت، بطنك طلعت لفوق، الدايفراجم طلع لفوق عمل ريلاكسيشن وايه وموفز ابورد. يبقى الدايفراجم، عشان بس نبقى فاهمين الحته دي ونخلص منها، هي معلومه زياده ليك. الراجل ده اسمه ايه؟ الدايفراجم عضله الحجاب الحاجز. بص يا جدعان العضله دي لها حركه معينه في الانهاليشن وفي الاكزهاليشن. في الانهاليشن يا جدعان العضله دي بتعمل كونتراكت، اكتبها ورايا بقى، وموفز داون بتتحرك لاسفل. وفي حاله الاكزهاليشن بتعمل ريلاكس
حلو الكلام. وموفز اب، اتحرك لفوق، تمام ماشي كده. الله يصلح لك الحال. ده بالنسبه للايه، ده فراجم اللي هو الحجاب الايه الحاجز. خلي بالك الضغط في حاله الانهاليشن، ضغط البلد بريشر، قصدي الاير بريشر في حاله الانهاليشن بيقل، وفي حاله الاكزهاليشن بيزيد. يلا بالمره بقى، كلها معلومات حلوه ليك. رقم 22، 22 بيقول لك ايه يا باشا؟ Which of this is adaptation for efficient gas exchange of air sac؟ مين من مميزات اللي بتخلي تبادل الغازات سهل؟ هل في كول؟ طبعا الاجابه لا. فيو نمبر اوف بلاد كابيلرز، ان عندك شعيرات دمويه قليله؟ طبعا الاجابه لا، ده انا عايز هيوج نتورك اوف بلاد كابيلرز وعايز ثين وول. طب مايست سيرفيس، ان الالفيولاي تبقى طريه عشان الووتر ميديوم ده بيساعد في الجاز اكستشينج ويسهل عمليه الديفيوجن. السؤال رقم 23 بيقول لك during exercise what happened to the breathing in human؟ وانت بتلعب بقى ماتش كوره ولا بتاع، ايه اللي بيحصل وانت بتلعب ماتش كوره؟ معدل نفسك بيزيد وعمق النفس بيزيد، معدل النفس وعمق النفس، يعني depth of breathing increase والbreathing rate increase. وانا بلعب ماتش كوره وبجري وبنهج، عمق النفس بتاعي بيزيد، بتلاقي نفسك تنفس جامد جدا، بتدخل كميه محترمه جدا وبسرعه شديده، عمق النفس بيزيد ومعدل النفس بيزيد. ماشي؟ عشان كده بيحاولوا الناس اللي بتلعب رياضه يظبط نفسه كويس ويقول له تنفس حلو، تنفس حلو، الكباتن تقول له تنفس حلو عشان توفر لجسمك اكبر كميه من الاكسجين تكفيك انك تقدر تشتغل على الماسكولار اكسرسايز. Approximately how a من الفيلاي فاوند ان هيومن، هي 1.2 من 10 مليون، مليون مكتوبه بليون، دي غلطه من عندنا، هي مليون، هختار دي مليون يا جدعان مش بليون، مليون. طيب نشوف بقى اللي جايه. رقم 25 which of the following is correct pathway through which air travel in the human respiratory system، يعني الطريق او المناطق الصحيحه لحركه الهواء في جسمك. طبعا الهواء يخش من مناخيرك، النوز، لزورك، الفارينكس، للتراكيه، لللونج. هتختار اختيار بي، هتختار اختيار بي. ماشي يا شباب. Which of the following correctly describes the method of inhalation، مين اللي بيشرح شرح كويس كده طريقه الانهاليشن؟ ريبس، ماسل اند دايفراجم كونتراكت، حلو، والفوليوم بتاع الشيست كافيتي ها ديكريز، والاير بريشر انكريز. طب نشوف اللي جاي، الريبس والدايفراجم كونتراكت، قلنا ده صح، حجم صدرك يزيد وانا بعمل انهاليشن، العضلات دي بتشد لفوق، الدايفراجم بينزل تحت، في حجم الصدر بيزيد والهواء اللي جوه بيقل، ضغطه بيقل، فاختيار بي، الاختيار بي يا جدعان. خلي بالك اختيار بي ده الوصف الصحي جدا لل انهاليشن. ماشي، وات از ذا مين فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم، كلين تو كلين ذا بلاد، ولا بروفايد الاكسجين وايه وريموف الكربون دايوكسيد، ولا ريموف الاكسجين فروم ذا بودي؟ طبعا انا عندي لا بي، اللي هو يدي اكسجين ويخلصنا من كربون ايه لو سمحتوا دايوكسيد. طيب نشوف السؤال رقم 28، فانكشن اوف هير ان ذا نوز، اكت ذا فلتر، الشعر اللي في مناخيرك ده ينظف ايه الهواء اللي داخل لك من التراب، عشان كده ما تروحش تشيله عند الحلاق يعني. نعمل ايه؟ طيب لازم اقول للعيال ما في حاجات مفهومه غلط، والله شرحت بايو كويس، العيال هتعرف ان العفانه مناعه، يعني الشعر ده ربنا عامله عشان يمنع التراب، الميوكس شويه البرابير دي موجوده عشان ايه؟ عشان تمنع التراب لو لزق، عادي ما انا بشرح لك اهو ممكن تفهم. تمام، القشف مناعه، والله العظيم زي ما بكلمك كده، كل ما القشف يزيد سمك طبقه الجلد تزيد، اختراق الميكروب يبقى صعب، العرق مناعه، الناس اللي بتعرق قوي العرق ميه مالحه فبتقتل الميكروب وما بتديش ميديم لنشاط الميكروب. طب ما في المجمل شويه عفانه تدي مناعه، مش مصدقاني بقى، انزل الناس اللي ظروفها تعبانه كده ونايمه تحت الكباري، تلاقيه مقشف وما استحماش بقى له قد كده وتلاقي صحته زي الفل. تمام، عندنا عيال اسمهم ولاد الحاج سمير حشاد، مخلف ما شاء الله 13 عيل، ما بيلبسوش بناطيل، والله العظيم سايبهم كده، بيسال الحاج عليهم كلهم كده، والله العظيم، والعيال بتاكل طين والدنيا ماشيه وزي الفل، يعني الخوف على العيال يتعبهم،
انت فاهم؟ سيبها على الله وخد يعني ايه، خد من عبد الله واتكل على الله. دي امثله شعبيه كده بتمشي الدنيا. وات از ذا تايب اوف ايه؟ اوف سيل كاري اوكسجين. طبعا ريد بلاد سيلز. ريد بلاد ايه؟ سيلز. ما تشتتش حاجه يا ابني في المنتج ولا بتاعي، سيبها خليهم يتعلموا حاجه. نوز هاز ا ورم باسج بيكوز ات ايه؟ ات از لايند باي بلاد كابيلاريز. عندها شعيرات دمويه. يا مسهل يا رب. بيقول لك نوز هاز ايه؟ مايست ان ذا تراب. طبعا الماده اللزجه دي انت عارفينها بقى، الميوكس ميمبرين اللي بيرطب الهواء. ماشي. كومن باسج اوف اير اند فود. ده طبعا الفارينكس، وعشان كده ربنا حاطط لنا فيه الاي بي جلوتس عشان ينظم حركه الهواء والاكل. قلت لكم القصه دي كتير. نيجي السؤال رقم كام بقى؟ رقم 33. اير ساك اباوت 600 مليون. طبعا الالفيولاي يا جدعان، من كلام متكرر يعني، دي الالفيولاي اللي 600 مليون في الرئه الواحده. طيب تراكيا كونتين سيريس اوف انكمبليت 3 كوارتر كارتريدج رينج. وقلنا ثلاث ارباع حلقه عشان الربع الناقص ده يديك فرصه انك تبلع حاجه كبيره لو اتزنقت في يوم رمضان وانت فاطر، حد دخل عليك وانت بتاكل لقمه تبلعها كده. ماشي. بص يا جدعان، رقم 35. بسم الله الرحمن الرحيم. تراكيا ديفايدد انتو طبعا برونكاي، الشعب الهوائيه، القصبه الهوائيه بتنقسم لحاجه اسمها الشعب الهوائيه اللي هي البرونكاي دي اللي هي ايه، والبرونكاي بتنقسم للبرانكيولس اللي هي الشعيبات الهوائيه، والبرانكيولس دي هتتفرع لحد ما تبقى اسمها الفيولوي. 36. 36 بيقول لك ايه بقى؟ اللونج كفرد باي بلورال ميمبرين، الجدار بتاعها اللي يعمل لها بروتكشن يا شباب. نيجي السؤال 37. لونج ار فورمد اوف الفيولاي برانكيولس بوس اوف ذم. طبعا كل ده موجود جوه الرئه بلس البلاد كابيلرز كمان، الشعيرات الدمويه الكثيفه. طيب تسعه، او السؤال ايه اللي جه على طول ده؟ ماشي. ذا مين سايت فور جاز اكسشينج ان هيومن، المكان المناسب الاساسي للجاز اكسشينج في الانسان، ده طبعا الالفيولاي، لان سينول لارج نمبر هيوج نتورك اوف بلاد كابيلرز. السؤال رقم 41. بسم الله، او 44 يعني، الترقيم كده مش جاي مظبوط قوي، فهنمشي معلش بقى مع بعض كده. السؤال هنا يا شباب بيقول لك ايه؟ Which of the following statement doesn't agree with the respiration process؟ ايه اللي مش ماشي مع الريسبيريشن بروسيس، عمليه التنفس يعني؟ الاجابه ايه؟ بي، ان هو بيطلع شجر، ان هو بينتج شجر. الجمله دي غلط. ليه؟ لان المعادله ريسبيريشن سي 6 اتش 12 او 6 بلس 6 او 2 هيديني 6 كربون دايكسيد بلس 6 ووتر بلس 38 اي تي بي مولكيول. مفيش شجر طبعا طالع في الموضوع، لكن كل الليفنج سيل بتتنفس طبعا. صح، بلانت ريسباير دي ونايت، النبات بيتنفس بالنهار وليل، طبعا بيتنفس نهار وليل بس بيعمل فوتوسينثيز نهار بس. بلانت ريسباير اكسجين وريليز الكربون دايكسيد، كلام جميل وزي الفل كله صح، ما عدا ان الريسبيريشن بيطلع شوجر كبرودكت يعني. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ It is common factor between respiratory system and digestive system. حاجة مشتركة ما بين ده وما بين ده، طبعا الفارينكس اللي انت خدته من ضمن المكونات بتاعة الجهاز الهضمي، وموجود عندنا من ضمن المكونات بتاعة الجهاز التنفسي، حتة كده بيعدي منها الهواء بيعدي منها الأكل، وربنا مديها الإيبيجلوتس عشان تحكم الحركة. All the following contain cilia except. كل ده عنده cilia ما عدا التراكيا والنوز عندها cilia. cilia ده اللي هو الشعر الصغير يعني. البرونكاي البرونكيولس عندها سيليا، لكن اللارينكس الحنجره ما عندهاش سيليا. الحنجره عندها حاجه اسمها الفوكال كورد، الاحبال الصوتيه اللي بتعمل فايبريشن فتدي التون بتاع صوتك، فيطلع صوتك حلو او صوتك وحش. تمام كده يعني. تعالى بقى نشوف بقى اللي جايه. 52 نمبر اوف الفيولاي ان تو لانج، طبعا هيبقى واحد ايه و200 مليون مليون و مليار و200 مليون مليار و200 مليون. طيب هنا بيقول لك ايه يا شباب؟ بسم الله، ايه الريليشن ما بين، نرجع لها تاني، ايه الريليشن ما بين الثيكنس بتاع الالفيولاي وول والريت بتاع الاكسجين ديفيوزن؟ طبعا العلاقه انفرس، كل ما الالفيولاي سمك الجدار بتاعها يتخن كل ما معدل حركه الاكسجين تقل، فالعلاقه اندايركت، علاقه اندايركت. شوف السؤال اللي بعده بيقول يا باشا بقى السؤال ده، بسم الله الرحمن الرحيم.
بيقول لك the functional unit of gas exchange process in human. طبعا الالفيولاي هو الجزء الاساسي اللي مسؤول عن عمليه الجاز اكستشينج، وقلنا لكذا سبب: ثينول، مايستول، هيوج نتورك اوف بلاد كابيلرز، حاجات كتير. all the following increase the respiratory rate autonomically except. ده مشروح رقم 10 في المعاصر، يمكن كان اخر سؤال في البارت بتاع المعاصر، اللي هو الليفل بتاع البي اتش في الدم يزيد. لان لما بزود البي اتش في الدم يعني كاني بزود الالكاليديتي، ودي مش معناها ان انا اسرع من معدل النفس، لكن الثلاث حاجات دول بيزودوا. زياده نسبه الكربون دايوكسيد في جسمي او نقص البي اتش في جسمي هي زياده الكربون ايه دايوكسيد. تمام. الهيموجلوبين يقل، ده كل الحاجات دي بتساعد على ان انا ارفع معدل التنفس مش اقلله. act as a valve that regulates the amount of air entering and leaving it. عاملة زي الصمام اللي بينظم كمية الهواء اللي داخل او كمية الهواء اللي ايه اللي خارج. تمام. خلي بالكم كده، عامله زي الصمام اللي بينظم كميه الهواء اللي داخل او كميه الايه الهواء اللي خارج من الرئه. وريمين اوبن، وتنها باستمرار مفتوحه، اكسبت وين فود كونتين ايه فوكال كورد. وين فود باص وعندها فوكال كورد، طبعا عندها فوكال كورد يبقى اللي هي اللارينكس اللي هي الحنجره بتاعتنا، بتنها مفتوحه على طول وبتقفل لما بتيجي تبلع بالايبيجلوتس اللارينكس يعني. طيب ريليشن شيب ما بين السيرفيس اريا اوف الفيولاي والاكسجين ابزوربشن انسايد ذا لانج. طبعا العلاقه ايه دايركت، كل ما حجم الالفيولاي يزيد حجمها مش سمكها، خلي بالك في فرق ما بين الفوليوم السيرفيس اريا وما بين الثيكنس. كل ما المساحه بتاعه الالفيولاي تزيد، كل ما الدم يحوطها اكتر، كل ما الجاز اكستشينج ايه يزيد. تمام. فتبقى العلاقه هنا يا شباب دايركت، علاقه خلي بالك علاقه دايركت، كل ما السيرفيس اريا تزيد كل ما الايه الاكسجين ايه ابزوربشن يزيد. السؤال رقم اللي بعده، السؤال اللي بيقول ايه بيقول لك study the following figure then answer. the part contain cilia. cilia قلنا الشعر الصغير يا جدعان، هيبقى عندي في رقم واحد ورقم ثلاثة. رقم واحد اللي هي النوز، ورقم ثلاثة اللي هي التراكيا. في شعر صغير هنا وشعر صغير هنا، فيبقى انا عندي ايه 1 و 3 1 و 3 موجود فيه. طيب بارت ذات ريسبونسبل فور جاز اكستشينج هيبقى رقم 5. رقم 5 هنا مشاور على الالفيولاي، وهو المكان الفعلي لعمليه الايه تبادل الغازات. رقم 5 السؤال اللي جاي في فكره رياضه شويه، بيقول لك ايه يا وحش the ratio between amount of water leaving the lung and amount of water leaving the body. طبعا 1:4. ليه؟ بص يا عم الحلو، احنا كل يوم بنفقد 2500 سنتيمتر كيوب اوف ووتر ديلي، بفقد 2 لتر ونص ميه من جسمي، 500 منهم يعني نص لتر ثابتين عن طريق اللنج في شكل ووتر فيبر، وفي 2000 بيخرجوا في شكلين، بيخرجوا يا اما في شكل اليورين يا اما في شكل الاسوات، وعملنا المعادله بتاعت الاثنين والكميه بتاعتهم. فلما تركز نسبة ال 500 لل 2000 هي نسبة ال 1 ل 4، الربع ال 500 بالنسبة ل 2000 ربعهم، فال 500 لل 2000 ال 1 ل 4، نسبة 1 ل 4 يا جدعان. ناخد السؤال اللي بعده، الراجل بيقول لك ايه؟ 60 the source of water vapor out with the exhaled air is water vapor that moistens the alveoli from inside. مصدره ايه؟ بخار الميه اللي طالع مع الهواء بتاع نفسي واللي بيرطب الرئه، وده مصدره عمليه الريسبيريشن اساسيه. تمام؟ يبقى ده بيعمل ترطيب للرئه. طب جايب رسمه الفيولاي اهي، وكربون دايكسيد خارج واكسجين ايه داخل، واكس اهو وواي خارج. بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ويتش تشامبر اوف ذا بلاد بور ايه بلاد اكس. مين اللي بيبعت من الدم من القلب الدم اكس؟ احدد نوع الدم. اكس ده دم داخل الرئه، يبقى دم دي اوكسجينيتد. طب واي دم خارج من الرئه، يبقى دم اوكسجينيتد. طب ما هو دي اوكسجينيتد ده انتوا عارفين بيجي من الجنب اليمين من القلب، يعني من الرايت فينتريكل عن طريق البلمونري ارتري. يبقى انهي جزء من القلب اللي ضخ دي اوكسجينيتد بلاد لللونج؟ هيبقى الرايت فينتريكل يا شباب، الرايت فينتريكل يا شباب. نيجي السؤال اللي بعده، the number of alveoli in the ايه in the body. قلنا كلام بقى عبيط اللي هو واحد ايه و 12 دي مليون
مليار و200 مليون. الارقام مش مليار و200 مليون يعني. ناخد السؤال اللي بعده. اكسجين ترافل تو ذا الفيولاي تو ذا بلاد ثرو ويتش اوف ذا فالونج. الاكسجين، بص بقى، الاكسجين ترافل فروم الالفيولاي تو ذا بلاد ثرو ويتش اوف ذا فالونج. الابيثيليوم، ايه الابيثيليوم ده؟ الجدار المبطن. بص يا عم، دي حته انت درستها في اولى ثانوي وهتفتكرها ان شاء الله. دي شكل اكياس الهواء بتاعتك، ودي شكل عروق الايه الدم بتاعك. فالمفترض ان بيحصل ايه يا عم؟ الاكسجين بيعمل كده والكربون دايكسايد بيعمل كده، حلو؟ ده بيعمل حاجه وده بيعمل ايه حاجه، ده الطبيعي. طب بيقول لك بقى الاكسجين بيعدي من الالفيولاي من خلال جدار اسمه ايه؟ جدار اسمه الايبيثيليوم. ايبيثيليوم درستوه في اولى ثانوي، حاجه اسمها سمبل سكيومس ايبيثيليال تيشو. ارجع كده لاولى ثانوي، انواع الانيمال تيشو كان حاجه اسمها ايبيثيليال تيشو، كان في حاجه اسمها سمبل سكيومس ايبيثيليال تيشو. ده اللي كان بيبطن الامعاء، بيبطن العروق بتاعت الدم بتاعتك، ويبطن اكياس الهواء. معلومه يعني مش هتزعلك، بس اسم اللير اللي الدم او ان الاكسجين هيعدي عليها في الالفيولاي اسمها ايبيثيليوم لير. تمام. عندنا السؤال اللي جاي بيقول ايه، رقم كام ده؟ اكسجين ذات ترانسبورتد باي ديفيوجن فروم، اكسجين از ترانسبورتد باي ديفيوجن فروم ها الالفيولاي للبالمونري فين. الالفيولاي بيطلع من الالفيولاي عشان يروح للبالمونري فين، لان البالمونري فين هي اللي راجعه من الرئه، وهي اللي اكبر فين في اعلى نسبه ايه اكسجين، الفين اللي فيه اعلى نسبه اكسجين، خلي بالك. فيبقى الدم الاكسجين هيخرج من الالفيولاي ويروح للبالمونري فين مش للبالمونري ارتري. البالمونري ارتري ده اللي رايح للرئه، البالمونري فين ده اللي خارج من الرئه، خلي بالك. السؤال 65 وهانت متهيألي اهي، بيقول لك ايه؟ thinning of the wall of alveoli leads to all the following except. الرفع بتاع جدار الالفيولاي بيؤدي لكل ده ما عدا يسرع الجاز اكستشينج، ايزي اوف ديفيوجن اوف جازز، يسهل حركه الغاز بالديفيوجن، باك اب للاكسجين باي ذا بلاد، يخلي الدم يقدر يسحب اكسجين بشكل قوي جدا، لكن مش انكريز السيرفيس اريا. اصل كون ان الجدار رفيع، كون ان الجدار بتاعها رفيع، ده مش هيزود السيرفيس اريا. السيرفيس اريا بتزيد بالحجم، يعني كده الالفيولاي كبر السيرفيس اريا بتاعتها، مش لما رفع الجدار ده السيرفيس اريا تزيد، ولو تخنت الجدار ده السيرفيس اريا مش هتقل. يبقى السمك بتاع الجدار نفسه، السمك بتاع الجدار اللي هو الثيكنس بتاعه ملوش علاقه بالسيرفيس اريا. تمام. فخلي بالك، بيقول لك رفع الجدار يسهل كله ما عدا، مش هيعمل انكريز للسيرفيس اريا، ملوش علاقه. الثيكنس ملوش علاقه بالسيرفيس اريا، لكن هيزود معدل حركه الايه الغازات ودخول الاكسجين لجسمك وكده. اون اكزهاليشن ووتر فيبر از ريليزد. تمام. قد ايه بقى؟ 500 سنتي، قلنا نص لتر بيطلع عن طريق الرئه ديلي كده في شكل ووتر فيبر، وقلنا ده بيرطب الرئه وحاجه كويسه جدا. الفيولاي سراوندد باي نتورك اوف بلود كابيلاريز ذات ورك اون جاز اكستشينج باي، طبعا ديفيوجن. الغازات كلها يا جدعان بتتحرك في جسمك بفكره الايه؟ الديفيوجن. نيجي للسؤال اللي جاي، بيقول لك ماسكلر ستراكشر كورد دايفراجم از بارت اوف، طبعا الريسبيراتوري سيستم جزء من الجهاز التنفسي. السؤال رقم 69 بيقول لك فويس بوكس، طبعا الفويس بوكس اللي هو عضو الصوت ده اللارنكس، الحنجره بتاعتنا عند السبعين. بيقول لي ايه؟ بسم الله. بيقول لك the reason for diffusion of oxygen from alveoli into the blood is، ايه السبب اللي يخلي الاكسجين يتحرك من الالفيولاي للدم؟ ايه السبب؟ اهو اللي يخلي الاكسجين يتحرك من الالفيولاي للدم. هنفترض ان الاسود ده الدم وده الالفيولاي، ايه اللي يخلي الاكسجين يروح من الالفيولاي للايه؟ للدم. بالراحه بقى، ان الاكسجين بلاد اوكسجين كونسنتريشن لور ذان الالفيولاي، تركيز الاكسجين في الدم قليل وتركيزه في الالفيولاي عالي، فيتحرك من العالي للقليل بالديفيوجن. ان تركيز الاكسجين كمان مره في الدم اقل من تركيزه في الالفيولاي اللي هو اختيار دي، فبالتالي هتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن بالديفيوجن، لكن الباقي مش هياكل معاك. كونسنتريشن بتاع الاكسجين في الالفيولاي هاير ذان اتموسفيريك اير، ده علاقه الالفيولاي بالهواء مش بالدم، يبقى اختيار بره اللعبه خالص. طب تركيز الايه الاكسجين في الالفيولاي هاير ذان
الكونسنتريشن بتاع الكربون دايكسيد برضو لا، انا بقارن تركيز حاجه بنفسها، يعني بقارن تركيز الاكسجين في الالفيولاي وتركيزه في الدم عشان الحركه تبقى بتتم فعليا بالديفيوشن. الكونسنتريشن بتاع الاكسجين في الاتموسفير هاير ذان كربون دايكسيد برضو كلها اختيارات ملهاش معنى. تمام، فكده يبقى الجزء بتاع الاذر سورس خلص، ونشوفكم ان شاء الله في بارت جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.